عرقوشة. أداب يا نيلك، إنه اليوم عم نشوف في عدد كتير كبير من النجوم العرب صاروا محمسين يجوا على لبنان من بعد ما شافوا إنه حضرتك لك حفلتين بلبنان. الأول العمل كانت تكسرت الدنيا، واليوم المنتظر كمان الحفلة يكون نفس الأصداء، وفي كتير تشجعوا ووثقوا بلبنان وحسوا إنه لا في أمان ولازم نرجع. أداب يعني لك هذا الأمر؟ أنا كل السعادة على فكرة، وأنا كنت حابب أجاوب برضه تاني عن السؤال اللي سأل من فترة، إنه الأستاذ حسين والأستاذ خاطر بيقولوا هيجيبوا مين؟ لا أنا متأكد إن شاء الله إن الفنانين اللي هيشوفوا الحفلات بلجيين صاروا عم بيعملوا. الحمد لله الحمد لله، يعني إن شاء الله كل فنانين العالم العربي يجوا ويغنوا في لبنان الحبيبة اللي هي طول عمرها كانت فاتحة إيديها للفن العربي في كل مكان. فأنا بدعوهم من خلالكم يا فابيانو، أقول لهم تعالوا لبنان جميل، لبنان الشعب الرائع، البلد الرائع، محتاجة إن احنا نيجي نسعد الشعب اللبناني ونغني له ونرسم البسمة على شفاهه إن شاء الله. بما إنه حضرتك أنت عم تقول إنه معقول كتير يكون في قريباً أغنية لبنانية لحضرتك، وكان عم ينحكى بالكواليس على معقول يكون كمان في عمل إلى جانب شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم، هل معقول هالأغنية اللي حضرتك عم تفكر إنه تحضرها يكون ديو مشترك بين الاثنين؟ اللي بتحضرها تحت ايدي وبسمعها دلوقتي وان شاء الله ممكن ننفذها قريب، لا دي لوحدي، لكن الدويتو انا كنت متكلم مع نجوى من فتره وقت ما كنا عاملين البرنامج. غنوه مشترك يعني الدويتو، ما اعرفش هي ممكن تغني باللبناني وانا اغني بالمصري، يعني لسه ما كناش اتفقنا على التفاصيل، لكن وقت ما كنا بنعمل ذا فويس سينيور من 3-4 سنين في لبنان كنا اتفقنا على ان احنا نعمل غنوه دويتو، لكن طبعا يمكن الظروف ما سمحتش ان احنا لحد دلوقتي ننفذ حاجه. يعني والديو مع سميرة سعيد وين صار؟ يعني ان شاء الله بنحضر فيه برضه باذن الله. انا مش عايز اتكلم فيه كتير عشان ما ننقش، بس اتمنى لا بالمصري. استاذ هاني، قبل من فنان مصر التقيت فيه كان عندهم زعل وكانوا متوقعين انه حضرتك ترجع من جديد عن قرارك بالاعتزال، اليوم هيدا القرار هل معقول حدا ياثر عليك وترجع من جديد؟ النقابه؟ النقابة؟ لا لا، نرجع نشوفك النقيب من جديد، لأن الكل عم بيتمنى هذا الأمر. أنا رجعت للمصاف زملائي الفنانين، فنان عادي جدا جدا، والنقابة ربنا يوفقها إن شاء الله وتقدر تكمل مسيرة النجاح اللي بدأناها، وحظ موفق للنقيب القادم والمجلس القادم. حلمي بكر رشح مصطفى كامل حتى يكون نقيب الموسيقيين، هل حضرتك بتأيده أو عندك اسم تاني يكون؟ لا هو أنا طبعا مصطفى أخويا وحبيبي، هو لا رأيي ولا رأي حلمي بكر، هو رأي الجمعية العمومية، يعني الجمعية العمومية هتختاره وهتشوف إن هو المناسب. أتمنى إنه يكون اختيار الجمعية العمومية موفق ويختاروا الإنسان الصح في المكان الصح. من بعد ما شفناك قدمت استقالتك كنا عم دايما بالمقابلات وبس نشوف صور لحضرتك نشوف وجهك صار مشرق، صار يقولوا قد ما كان في عليه ضغط ومتضايق نفسيا اليوم مرتاح نفسيا وحاسس حاله انه لا عايش حياته طبيعيه لانه بحق له كمان بخصوصيه، الكل دخل بهذه الخصوصيه اللي كان لازم يتمتع فيها وما كان عنده ساعه راحه، لانه اذا واحد يمكن كان وجعه بطنه من الفنانين كانوا يتصلوا بهاني شاكر يمكن يلوموه. والله يا فابيان هو حقيقي العمل النقابي عمل متعب جدا وصعب جدا، وكان تليفوني مفتوح تقريبا 24 ساعة، كان ده بيمثل ضغوط عليا، وأنا جيت حقيقي الفترة الأخيرة يعني لما حسيت إني تعبت ومش قادر يعني أواصل وأكمل وكده، لا طبعا يعني انا حسيت ان في راحه، في سبيس في حياتي، في راحه بقت عندي اكتر، فبقت ضحكتي احلى، بقت ضحكتي اجمل. يوم ضحكتك اكيد دايما احلى، يوم مين بده يحارب لنا الفن الهابط؟ احنا عندنا اولاد عم يتربوا كنا عم نربيهم على الاغاني الفن الاصيل، اليوم مين بده يساعدنا بهذا الموضوع؟ ان شاء الله الكويسين كتير والنقابه مليانه بالاسماء الكبيره اللي تقدر تكمل المسيره باذن الله، لكن انا بصراحة ربنا انا شايف ان انا اديت واجبي ودوري لحد هذه المرحله، وبشكر الجمعيه العموميه على ثقتها وبشكر المجلس المحترم اللي كان معايا وربنا يوفق اللي جاي. طب استاذ هاني، كانوا يقولوا كتير انه كان في ضغوط على حضرتك لما هيك استقالت
قرار شخصي؟ لا طبعا ده قرار شخصي خالص، مفيش ضغوط. لا لا انا اللي تعبت. 40 دولة سابحة لك تفوتها بلا فيزا. اليوم اي دولة كنت تتمنى انه انت تروح عليها وما قدرت، وهلا من بعد هذا الباسبور تبع دومينيكان حاسس حالك انه هيدي رح تكون اول وجهة لك؟ والله مش عارف يا فندم، يعني انا في بلاد كتير كان نفسي بقالي فترة طويلة ما رحتهاش. انا بحب استراليا جدا، كنت بعمل فيها اغاني او حفلات كتير زمان. بلد جميلة بس هي طبعا بعيدة قوي علينا. اتمنى ان انا اروح قريب. والدومينيكا نفسي اروحها برضه كمان بيني وبينك. معقول يبقى معايا الباسبور؟ حتى عشان اتصور عندهم بس. بس يا داني اقول لهم انا هم. يا اسبوع عليك دوم، عملت لهم ان انا حابب اروح على الدومينيكان. شفنا صار يقولوا بعد ما شككوا الموضوع ان انت عم تتخلى عن جنسيتك المصريه. لا طبعا بتقولوا خلص رايح على الدومينيكان مش رايح يعني. لا 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 ازاي اروح ازاي ما ارجعش؟ انا زي السمك اللي في الميه، انا ما اقدرش اسيب مصر ولا اسيب بلدي ابدا ابدا ابدا. يعني طول عمري عندي ارتباط كبير بمصر وبلدي واهلي وناسي، استحاله. وحاجة اقول تاني يا فندم، لو كان هم مشترطين الاقامه في البلد عشان يدوني هذا الباسبور ما كنتش وافقت طبعا، استحاله. وشو بتقعد اليوم جمهورك من بعد ما الكل ناطر؟ يعني كان متأمنين ترجع لقاعة الموسيقيين، ما رح ترجع اليوم، شو بتقعدهم على الصعيد الفني؟ بوعدهم بأغاني كتير، بشغل كتير، بحفلات كتير في كل مكان في العالم العربي. ابتدي فعلا اركز شويه في شغلي اللي يمكن بعدت عنه الفتره اللي فاتت فابيان، وناس كتير متمنيه ده الحقيقه، لانه فعلا كان العمل النقابي واخدني شويه من فني ومن حياتي ومن بيتي واسرتي واولادي واحفادي ومراتي. فالحمد لله انه يعني ابتديت الاقي الفرصه دي ترجع تاني. انت اللي نورتيني وكلكم اسعدتوني والله.